السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مثل عربي. المثل العربي ده بيقول إيه؟ يقول العرب أو يقول العربي: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. مرة كمان، المثل بيقول إيه؟ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. والمثل العرب بيقولوا المثل عبارة عن زي عندنا كده المثل العامي، عبارة عن تجربة، خلاصة تجربة تكون مرت بإنسان أعمار طويلة، فبيروح قايل الإيه؟ قايل المثل. طيب يعني إيه أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ اولا باختصار كده شديد قبل ما نشرح، معناها يعني لما تكون انت في مشكله، لما تكون كل حاجه مغلقه امامك ومش عارف توصل لحل، تعال ليا فانا الخبير، انا الانسان اللي هجيب لك الموضوع، اللي هحل لك الموضوع، انا اللي هحل لك الموضوع. انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني أنا اللي هحل لك الموضوع، أنا اللي هجيب لك الزتونة زي ما بنقول كده، أنا اللي هجيب لك التايهة، أنا اللي هحل لك الموضوع. طيب إيه بقى كلمة موضوع أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ كلمة جذيل دي تصغير جذل، والجذل هو أصل الشجرة. لما بنيجي نقطع الشجرة، الشجرة دي بيبقى لها جذل اللي هو الأصل وساق والثمار الفرع، فلما نيجي نقطعها بقى بيبقى في حته كبيره قوي قوي في الارض كده مغمزه اسمها الجذل. ولغايه دلوقتي عندنا في القرى وفي الارياف يقولوا ايه؟ جذل خشب. جذل يعني ايه؟ يعني حته كبيره قوي كده. طب الجذل دوت بيبقى له فايده عند العرب زمان؟ كان له فوائد كثيره، من ابرزها انه يستخدم في معاطن الابل حتى تحتك فيه الابل الجربة. احنا عارفين ان الجرب ده ربنا يشفي كل مريض، ده مرض من العنكبيات بيعمل تحت الجلد، يختص بالجلد، تحت الجلد كده بيعمل زي ايه؟ انفاق كده، والانفاق دي بيوضع فيها بيض، البيض ده بيخلي الاجرب يحس بحساسية شديدة جدا جدا، فيقعد يحس يحب اللي هو ايه؟ يهرش قوي قوي قوي، فلما يهرش يرتاح. ليه؟ لان البيض دوت بيذهب بيروح، والانفاق دي بتتدمر، ف يحس براحة. كذلك الإبل، الإبل بشكل عام بيجي على الجلد بتاعها كده حشرة اسمها القراد، لها 8 أرجل، وبرضو بتقعد تعمل إيه؟ تأكل في الجمل كده، فبيحس بإيه؟ فبيحس بأكلان شديد، ويحس إن الدم بتاعه بينسحب كده هوت، فبيحس بتعب، فيروح جاي الجمل ويقعد يحتك قوي قوي في الجزل الكبير ده اللي من الخشب دوت، وعلشان ايه؟ يحس براحه. ده الجمل بشكل عام. وهناك نوع من الجمال اسمها الجمال الجربة، دي برضه اللي هي بقى ايه؟ عندها جرب، دي بتحس بايه؟ اكلان شديد جدا جدا، فيروح جاي الجمل ويقعد ايه؟ يحتك قوي 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 فين؟ في الجذل دوت، فيشعر بالراحه. فكان العرب يروحوا جايبين الجذل ويضعونه في معاطن الابل، يعني الاماكن اللي قاعده فيها الابل، علشان تشعر بالراحة وما تتعبش عندما تشعر بالأكلام، تروح كده محتكة في إيه؟ تحتك في الجذل ده. فأنت لما تعوز تقول لي واحد: أنا اللي هريحك، أنا اللي هجيب لك التايهة، أنا اللي هحل لك الموضوع الصعب اللي أنت واقع فيه، تقول له إيه؟ أنا جذيلها المحكك. طيب دي اتعرفت. طيب عذيقها المرجب، يعني إيه عذيقها المرجب؟ عذيق تصغير عذق او عذق، العذق بالفتحه معناها النخله، النخله بالبلح اللي فيها اسمها عذق، والعذق بالكسر السباطه، السباطه بتاعت اللي هي بيبقى فيها الان والاصفر دوت بالبلح اللي فيها دي اسمها الايه؟ السباطه. فالسباطه بالبلح دي اسمها عذق، والنخله كلها بالبلح بتاعها اسمها ايه؟ اسمها عذق. فعذيق تصغير عذق، تصغير نخلة يعني.
طيب المرجب النخلة لما بتكون كريمة، كريمة يعني إيه؟ يعني بتنتج إنتاج وفير، إنتاج كتير أوي أوي أوي. فالنخلة ضعيفة ما بتقدرش تشيل الحمل التقيل أوي أوي بتاع الإيه؟ الثمار بتاع البلح اللي هو بيطلع. فيروح الراجل اللي هو بيعمل النخل بقى يعمل إيه؟ يروح جايب لها رجبة. إيه الرجبة؟ يروح جايب لها مثلا زي خشبة كده هو، سندات خشب، ويروح مسند النخلة ديت اللي هي شايلة حمل تقيل أوي 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 كده، يعمل لها إيه سندات علشان إيه ما تتكسرش وتقع من كتر الإيه من تقل الحمل اللي هي حاملاه. أو أحيانا تكون النخلة ما بتطلعش ثمار كتيرة أوي، ولكن بتطلع نوع جيد جدا نادر، ولكنها نخلة طويلة أوي 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 طويلة، والهواء ممكن يجي بكثرة فيروح قاطمها. فيروحوا عاملين ايه برضه، عاملين لها رجبة سندات كده تسندها، بحيث ان ايه تخليها تبقى قوية كده قدام الايه قدام الهواء لما يجي ما يقطمهاش. فمعنى عذيقها المرجب يعني النخلة اللي فيها اللي هي كريمة، علشان بتنتج انتاج ضخم جدا جدا وفير من الثمار ومن البلح. فيروح جايبين لها رجبة وسندات، وساعات يعملوها بالبناء بالطوب عشان ايه تمنعها من الايه من السقوط. فبيقول له انا النخله اللي مليانه بلح رطب، مليانه بلح، مليانه خير. فدي معنى انا عذيقها المرجب. يعني خلاصه المثل بقى يعني ايه؟ يعني لما تحب تستريح، لما تحب تستفيد، لما تحب تحل مشكله غامضه عندك مش لاقي لها حل، تعالالي فأنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. يعني تتلاقي كل حل عند المواضيع أو الأمور الصعبة عندي أنا. دي معنى المثل أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. طيب مين اللي قال المثل دوت بقى؟ اللي قال المثل دوت كما قيل أشهر من قاله هو الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. وكان سيدنا الحباب ده من سادات الأنصار من الخزرج، وله مواقف في السيرة. هنتكلم بس عن سبب الموقف دوت اللي هو سقيفة بني ساعدة. ايه سقيفة بني ساعدة؟ السقيفة دي معناها المكان الاجتماع، المكان المعد للاجتماع، اجتماع السادة فيه. وبني ساعدة دي بطن من بطون الخزرج. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية، الأنصار اجتمعوا في السقيفة ديت علشان يختاروا حاكم، علشان يختاروا إمام مكان يخلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا إحنا أولى الناس، لأننا إحنا اللي أوينا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرناه، وإحنا أصحاب البلد والمهاجرين دول جم عندنا، فإحنا اللي أولى الناس، وحبوا إنهم يختاروا واحد منهم. فذهب واحد من الأنصار من أحد الناصحين إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكان قاعد معاه عمر رضي الله عن سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. وراح قال له يا امير المؤمنين الحق، الانصار مجتمع في السقيفه، سقيفه بني ساعده، وممكن تحصل فتنه، ممكن يختاروا واحد انتم ما تردوش، يحصل انشقاق ويحصل فتنه. فراح سيدنا عمر بقى بيقول ايه، فلما سمعت ذلك قلت لابي بكر رضي الله عنه هلم الى اخواننا الانصار، يعني في السقيفه. قال فذهبت فوجدت هنالك رجلا بينهم مزمل. مزمل يعني ايه؟ يعني مغطي نفسه كده وايه ومتكلفت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عباده. هذا سعد بن عباده. فقيل له ما ماله؟ فقال ماله؟ قالوا له تعبان، الحمى يعني بيوعك تعبان. فالمهم ايه؟ قال فجلسنا، فقام خطيبهم وقعد يقول بقى ايه الخطيب بتاع الانصار، قال اما بعد ما حمد الله واثنى عليه، فنحن كتيبة، فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام. وقعد يقول للمهاجرين انتوا جيتوا بقى وعاوزين ايه تخرجوا الموضوع ده منا، ونحن وانتم رهط قليل واحنا الاكثر ومش عارف الكلام ده. المهم سيدنا عمر بعد ما خلص بقى قال ايه، قال فأحببت أن أقول بعد ما فرغ، أحببت أنني أقول كلام بين يدي أبي بكر، لأني قد لاحظت منه بعض الحد.
شوف وش ابو بكر كده شكله متغير، مش عاجبه الكلام، وحس ان هو ايه ممكن يقوم كده زي ما بنقول كده ينفجر فيهم والموضوع يتدهور. فاني حبيت ان انا ايه اقول واتكلم قبل ما يتكلم ابو بكر رضي الله عنه. وكنت قد زورت في نفسي كلاما، زورت يعني اعددت وهيأت. فلما هممت ان اتحدث وان اتكلم قال ابو بكر على رسلك يا عمر، يعني ايه يعني استنى. فقام سيدنا ابو بكر واتكلم. سيدنا عمر رضي الله عنه يحكي يقول ايه بقى، يقول فوالله لكان احلم مني واوقر، يعني كان قمه في الحلم والهدوء والوقار وكل حاجه اني نفسي كنت عاوز اقولها ابو بكر رضي الله عنه قالها وزياده. فكان مما قال اما ما قد ذكرتم، يعني انكم كتيبه الله وانصار الاسلام وانصار الله وكتيبه الاسلام فانتم له اهل، ولكن هذا الامر يعني الحكم لا يخرج عن هذا الحي من قريش، او قال الا لهذا الحي من قريش. ليه؟ لان في روايه ثانيه قال لهم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح على فكره، قال الائمه من قريش، او قال ولاه الامر من قريش. فبالضبط فحديث بالنص على ان الائمه تكون من قريش. فلما سمعوا النص بدأوا يتفهموا الموضوع، وقال لهم احنا هنكون الامراء ومنكم الوزراء ما فيش مشكله، لكن الحكم لازم يكون من قريش. فالشاهد بقى ان الحباب بن المنذر ده على رأي الراجح قام وقال انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. يعني أنا اللي عندي الإيه؟ أنا اللي عندي الحل، أنا اللي هريحكم، أنا اللي هجيب التايهة، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. يا سلام، يعني إحنا هنقسم الحكم إيه؟ قسمين، قسم أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، يعني ليه الحكم ينقسم على اثنين. فكثرت الأصوات، سيدنا عمر اللي بيقول بقى واللغط، وحتى فرقت من الاختلاف. سيدنا عمر بيقول خفت من الايه من شقاق والاختلاف. فقلت يا أبا بكر أبسط يدك، فبسط أبو بكر رضي الله عنه يده فبايعته. فتتابع المهاجرون يبايعونه، ثم تتابع الأنصار، وكده قضي على هذا الأمر بعد ما كان ممكن يحصل ايه فتنة. وعلى فكرة الأنصار بعد كده عرفوا وأذعنوا الأمر إن الحكم لم يكن لهم. لما ولي بعد كده سيدنا عمر ما فيش حد فيهم أنكر ولا شيء. لما ولي بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، سيدنا علي وسيدنا الحسن، وجت خلافة الأمويين وخلافة العباسيين، لم ينكر أحد من الأنصار لأنهم خلاص عرفوا إن ده قضاء الله سبحانه وتعالى أو قدره، واستسلموا عن هذا الأمر. ودي يدل على مكانة كبيرة جدا للأنصار، ده لا يقلل أبدا من شأن الأنصار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس شعار الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، يعني الشعار هو الشيء الداخلي عندي، الشيء اللي جوايا اللي ملتصق بيا. والناس دثار، يعني معنى الكلام ان الأنصار مقربين جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد يدعي لهم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائي الأنصار. فاللهم ارض عن جميع أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقنا بهم على خير. لعل الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة، استفدتم منها، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.